دور الحكومة، عايزة حضرتك تقولي دور المواطن إيه؟ بصي يا فندم، اصل هو الموضوع دور المواطن اضعف حاجة في الحلقة. هو دور المواطن ان هو يستهلك المنتج المحلي ويقف جنب منتج بلده لغايه ما منتج بلده يبقى بالكواليتي اللي احنا عايزينها وبالسعر المناسب. هنقول للمواطن اعمل الكلام ده، ما قلت لك كل واحد اناني، عايز بفلوسي، انا بدفع 10 جنيه عايز مقابل 10 جنيه، بدفع 100 جنيه عايز مقابل 100 جنيه. ماشي يا فندم، لا، الدور الاساسي هو دور الدوله. لو سيبنا الموضوع للمواطنين هم اللي يعملوا كل حاجه هتتقلب فوضى. امال ليه يا فندم الحكومات الجديده لما بتيجي، اول ما بتيجي الحكومه بتروح المجلس النيابي وبتعرض الخطه الاقتصاديه بتاعتها والخطه الخمسيه بتاعتها وبتاخد الموافقه بتاعه المجلس النيابي، والمجلس النيابي بيديها الضوء الاخضر ان هي تبتدي تشتغل عشان تحقق مستهدفات الخطه. لكن احنا ما شفناش عمرنا حكومه بتقعد مع الشعب، يلا يا شعب عايزيننا نعمل ايه؟ هتبقى فوضى، هيبقى تهريج، هتبقى مكلمه، هتبقى هزار، وهزار سخيف. طيب زي ما حضرتك كلمتني عن المحفزات اللي ممكن الحكومه تديها للمصنعين، بالنسبه لقرار يعني اغلاق المحلات التجاريه الساعه 10 مساء، وحضرتك عارف ان ازمه الكهرباء بتؤثر في سواء في الانتاج طبعا الصبح لان بيكون في قطع للكهرباء، نفس الشيء ان الجو الصبح هيكون حر جدا فناس كتير جدا مش هتنزل طبعا تتسوق او تشتري منتجاتها الصبح، وكمان موضوع قطع الكهرباء فالتكييفات مش موجودة، فالناس حاسة بتذمر ان ده قرار انت بتضرني وانا كده هيأثر على الدخل بتاعي. رأي حضرتك وتأثير ده على المناخ الاقتصادي في مصر. انا بتسأل السؤال ده كتير وبحس ان احنا الشعب المصري كله بقى شعب فرنساوي وشعب سويسري وشعب مرفه ما يقدرش على ارتفاع درجه الحراره والكلام ده كله. لا يا فندم، القرار ده اتاخر جدا، اتاخر جدا. يعني ايه يعني مش عايز استخدم لفظ سلبي، ده نوع من انواع يعني مفيش خشونه في التعامل مع الحياه. مش هقول ايه المياعه دي في التعامل مع الحياه، لا مش معقولة طبعا. الجو حر يا دكتور. الجو حر ايه؟ الجو حر ايه 3 4 درجات؟ طب ما ينزل يشتري حاجته بعد الفجر، ما يشتري حاجته ساعة المغرب. هو لازم يعني ينزل يشتريها في نص الليل؟ هو لازم يعني لما يجي مزاج علشان يندغ لبان الساعة 12 ولا الساعة 1 بالليل ينزل يلاقي بتاع فاتح بيتفرج على مسرحية ولا بيتفرج على فيلم الساعة 12 بالليل ينزل يلاقي المقلة فاتحة، ان هو عايز ياكل فيلاقي المخبز فاتح الساعة 24/7؟ لا لا لا، فين ده؟ فين ده في أي حتة في العالم؟ يا فندم العالم بيعمل شوبينج بتاعه في الويك إند. مفيش حد في دولة محترمة على وش الأرض الناس بتوعها بيصحوا الصبح الساعة 6 7 الصبح علشان يروحوا الشغل ويخلصوا شغل الساعة 4 يرجعوا البيت الساعة 5 بيعملوا شوبينج بتاعهم نص الليل، ولا بيعملوا شوبينج بتاعهم ويدن ذا ويك. مفيش حاجة اسمها شوبينج خلال الأسبوع، الشوبينج بيبقى في الويك إند. في إحنا الجمعة وسبت يعملوا الشوبينج بتاعهم جمعه وسبت. ما هو اللي هيحصل ايه؟ المحلات دي لازم تتقفل على الساعه، مش الساعه 10 حتى، الساعه 8 الساعه 9 بكتيره. لو قلنا 10 ده كرم من الحكومه الساعه 10. انا عندي من المغرب الساعه 8 للساعه 10 عندي ساعتين، والله انت حران، انت مش هتروح تشتري من على بعد 3 4 كيلو ولا 5 كيلو، تشتري من بقال الشغال اللي تحتيك، تشتري من الناس اللي موجوده جنبك، اشتري في الساعتين دول لو انت ما انتش قادر. لكن مفيش حاجه اسمها كده. يعني شايف ان ده قرار ايجابي بالنسبه للاقتصاد؟ اتاخر جدا وايجابي جدا. عارفه يا فندم ايجابي كمان ليه؟ ما خلاص بقى مفيش قهوه بعد الساعه 10، هنعرف الرجاله دي بتروح فين. الساعه 10 ديت مفيش قهاوي. العيال بتوعنا اللي هم احنا في المول واحنا هنا واحنا مش عارفين هيرجعوا. لما اجي يا فندم اقفل الدنيا كلها الساعه 10، معانا طبعا مجموعه خدمات لازم تبقى موجوده بعد الساعه 10، لازم تبقى موجوده 24/7. وجودها 24/7 على حسب ايه؟ ده نسبه مش كلها. يعني مثلا الصيدليات، الصيدليات يا فندم ما ينفعش كل الصيدليات تشتغل 24/7 عشان واحد جاله صداع ينزل يلاقي قرص اسبرين. مفيش حاجه اسمها كده. اصل عنده القلب وعايز دواء القلب، هو بتاع دواء القلب لما قلبه بيوجعه بينزل يشتريه، ولا هو عنده الستوك بياخده؟ عنده الستوك، لما الستوك بتاعه المخزون بيبتدي يقرب ما يكفيش اليومين ثلاثه بيشتري الدواء. مش اول ما قلبه بيوجعه بينزل، اول ما الكلى بتضرب عليه بينزل. هنهزر؟
لا ده متجدول. يبقى انا محتاج اللي هي الحاجات اللي هي الطوارئ اللي تمثل 10%. فانا كل 10 اجزخانات في المنطقه 9 هيقفلوا الساعه 10، وواحده هتفتح 24 ساعه. بس عشان تفتح 24 ساعه هتديني انا كدوله مقابل لده، لان انا مسؤول يا فندم ان انا يكون عندي الامن اللي بيحميني ده. انا بمشي دوريات، بمشي شرطه، بعمل كذا 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 علشان احافظ عليه، فيدفع مقابل دوت، فاقدر ان انا اجيب للدوله. طب في مستشفى وكذا وكذا، مفيش حاجه اسمها مستشفى من غير عياده، من غير اجزخانه. والمستشفى بتاعت الاجزخانه شغاله الاجزخانه 24/7، وممكن تخدم بره لغايه الساعه 10. فالاليات موجوده ومتطبقه. والناس اللي هي بتحب، انا ما بحبش الكلمه دي، نشوف تجارب الدول السابقه، احنا تجربه متفرده، احنا لوحدنا نشوف اللي قدامنا ايه. بس الدول السابقه يا فندم مفيش حد يعمل كده. لما اعمل الكلام دوت ايه اللي هيحصل؟ اقفلي 2 3 4 والحد كمان، لان الحد تاني يوم شغل، او السبت تاني يوم شغل، الخميس سيبيه لغايه الساعه 1 و2 بالليل. طيب يا دكتور، الجمعه سيبيه لغايه الساعه 1 و2 بالليل، السبت سيبيه لغايه الساعه 1 و2 بالليل، بس حد 2 3 4 يقفل الساعه 8 والساعه 10. هو في حاجه اسمها شعب بيتفسح 24/7؟ هو في حاجه اسمها شعب بيدور على رفاهيه 24/7؟ امال بيذاكر امتى وبيشتغل امتى وبينام امتى وبيصحى امتى وبيعمل ايه؟ طب انا يعني هكون لسان حال التجار دلوقتي، هو دلوقتي التاجر هيقول لك طب ما انا بدفع ضرايب ومحمل برواتب ولا هيتأثر، وبدفع كهرباء وبدفع كل حاجه. لا لا لا، يعني لا لا، مش شايف حضرتك ان ده هيأثر على يعني نشاط التجار دي؟ بالايجاب. ما هو يا فندم، ما انت هتبيع من 8 الصبح ل 8 بالليل اللي بتبيعه خلال 24 ساعه، صح؟ بس حضرتك بتتكلم فيه محتاج لتغيير لثقافة الشعب. ما نغيرها. هو الشعب اللي بقى مثقف قوي طول النهار قاعد لي على تويتر، وقاعد لي على الفيسبوك، وقاعد لي على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، مش التواصل الاجتماعي، اللي اتغيرت الكالتشر بتاعته النو تايم، مش عارف يغير الكالتشر بتاعته في الاتجاه صح. هو احنا ليه بنتكلم على الثقافة بتاعت الشعب دي ان مش هتنفع لما نكون عايزين نعمل حاجة صح؟ لكن لما نكون عايزين نعمل حاجة غلط، شعب اذكى شعب على وش الارض وبيتطور انه طيب. بص يا فندم، بالنسبه للتجار، ما انا عايز رغيف عيش، صح؟ لازم العيش بتاعي يبقى موجود، اشتريه 24 ساعه ويفتح لي الطابون 24 ساعه وشغل لي ناس عنده 24 ساعه، ولا يشتغل 12 ساعه بس؟ لو اشتغل 12 ساعه استهلاكه للكهرباء هيقل، استهلاكه لكذا هيقل، دفع فلوس العماله هيقل، صح ولا غلط؟ صح. وفي نفس الوقت ما انا مش هموت من جوه. المحلات بتاعت البقاله ايه اللي هيحصل؟ بدل ما كان فاتح لي 24/7 وبيتحمل تكاليف 24/7، هو هيفتح 12 ساعه بس وهيتحمل تكاليف 12 ساعه بس، فانا بخفض له تكاليفه. وتاكد يا فندم، عمر ما اراده ما هيتاثر بالسالب. ما انا عايز اكل، ما انا عايز اشرب، ما انا عايز البس، ما انا عايز اروح، ما انا عايز اجي. كل ده مش هيتاثر بالسالب. اللي هيتاثر بالسالب هيكل التكاليف بتاعه. يبقى هو الكسبان بالقرار دوت، هو الكسبان. طب مش شايف ان ده ممكن يأثر على حجم العمالة في المنشآت؟ ايه؟ ممكن يأثر على حجم العمالة؟ اللي هيحصل ايه يا فندم؟ انت لو بصيت على الشعب المصري هتلاقي معظم الأسر شغالة، الأب شغال وظيفة وظيفتين. في الحالة دي اللي هيحصل؟ هيشتغل وظيفة واحدة. بس الوظيفة ديت هياخد أجر وظيفة واحدة. وخلي بالك، أنا كتاجر شغال، العمالة اللي شغالة عندي شغالة شيفتين. تمام؟ بدل ما اديله 1000 وانا اقدر اطلع 1000 للعماله، فهطلع 500 في الشيفت، فاللي هيجي يشتغل عندي 8 ساعات هديله 500، واللي هيجي يشتغل 8 التانيين هديله 500، علشان مبيعات متوزعه على 24 ساعه. طيب، والراجل ده بيشتغل هنا وبيشتغل هنا، بيشتغل في الحكومه وبيشتغل في حته ثانيه. طيب، لو انا خليتها شيفت واحد ايه اللي هيحصل؟ لما يجي يشتغل لي شيفت واحد بدل ما هياخد 500 هياخد 1000، فمش هيحتاج ان هو يشتغل وظيفه ثانيه في حته ثانيه. في الحالة دي أعمل إيه يا فندم؟ كل البلد دي لازم تبقى على عقود عمل، وعقود عمل مقرية للسيستم. ما تروحش تشتغل لي هنا وتشتغل لي هنا وتشتغل لي هنا، وتاخد أجر هنا وتاخد أجر هنا وتاخد أجر هنا. لما يحصل يا فندم الكلام دوت، هتعرف القوى العاملة اللي موجودة في البلد تتفاوض. رجال الأعمال ليه والتجار ليه بيضغطوا على العمالة؟ لأنه واقف قدامه 1 و2 و3 و10 بيقول له شغلني والنبي. لأنه شغال هنا وهنا وهنا وهنا، بس لما يبقى شغال في مكان واحد هيشوف المكان اللي يتناسب مع قدراته وياخد منه اكبر دخل، ما يشتغلش في حته ثانيه. ويرجع بقى لعياله
ويشوف مراته ويقعد يربي في عياله بدل ما الشارع هو اللي بيربيهم. ما هو الشارع يا فندم بيربي ليه؟ لان الاب طول النهار في الشارع بيجري علشان ياكل ويكسي. الاب والام ما بقاش عندهم وقت يربوا. احنا بنربي كاننا بنربي منتج ما بيعتمدش على اي حاجه الا على الاكل. للاسف. دكتور حسن خليني اسال حضرتك كمان سؤال، هل محتاجين علشان نعمل اللي حضرتك بتقول عليه نقدم حوافز للتجار زي ما حضرتك اتكلمت عن حوافز للمصنعين؟ بص يا فندم، التاجر اللي هياخد منتج محلي يسوقه اديله حوافز، التاجر اللي هياخد منتج اجنبي يسوقه ادفعه الثمن. هل تعرف يا فندم ان اكتر من 90% من اللب اللي احنا بنقزقزه اللي اسمه لب مصري والسوداني الاسواني والكلام ده كله ده جاي من الصين؟ يا خبر، تعرفي حاجه زي كده؟ اللب اللي احنا بنقزقزه جاي من الصين. الفول اللي احنا الفول المدمس بتاعنا اللي هو ده الفراعنه كانوا بياكلوه بيدفنوه مع الميتين علشان البعث. الفول دوت تقريبا 85% بيستورد من الصين. مين اللي بيستورده؟ مزارع ولا تاجر؟ طب ليه واحنا قطاع الزراعه عندنا المفروض محقق طفره؟ اللي بيستورده تاجر، اللي بيستورده تاجر. اللي بيحصل يا فندم 19 الرزق في التجاره لما تقوم على صناعتي، 19 الرزق في